ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. آمين. اللهم يا ربي، اللهم يا ربي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم الخليل، وكما جعلت يوسف في بئر اللهم يا اللهم يا رب نجيه كما نجيت يوسف عليه السلام. آمين. اللهم يا رب كما أخرجت يونس من بطن الحوت. آمين. اللهم يا رب اخرج طفلنا من هذه الحفرة سالما معافى. آمين. اللهم يا رب وحد كلمتنا. آمين. وحد كلمتنا. آمين. اللهم يا رب وحد كلمتنا. آمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمع إلينا الإيمان. آمين. وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. آمين. اللهم يا رب وحد الراية الإسلامية. آمين. والأمة العربية. آمين. اللهم يا رب هذا الحادث اجعله حادث خير. آمين. اللهم يا رب وحد صفوفنا. آمين. اللهم يا رب وحد صفوفنا. آمين. وجميع الحاضرين. آمين. اللهم يا رب كلهم وليا ونصيرا. آمين. اللهم يا رب كلهم وليا ونصيرا. آمين. اللهم يا رب احفظ جلالة الملك. آمين. محمد السادس. آمين. آمين. منصره نصرا عزيزا. آمين. آمين. الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا مسلما وسائر بلاد المسلمين. إلهنا لا تردنا يا رب خائبين. إنا دعوناك فاستجب لنا يا ربنا. يا من قال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. يا من قال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا من قال ربكم ادعوكم أستجب لكم. إلهنا يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير. آمين. اللهم يا رب نترجاك. اللهم يا رب نترجاك. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. آمين. واحي بلدك الميت. آمين. واحي بلدك الميت. آمين. واحي بلدك الميت. آمين. اللهم اسقنا غيثا نافعا. آمين. اللهم يا رب غيثا نافعا. آمين. ولا تجعلنا من القانطين. آمين. ولا تجعلنا من القانطين. آمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم يا رب اجعلنا إخوانا. آمين. اللهم يا رب اجعلنا إخوانا. آمين. الضراء والضراء. الضراء والضراء. إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. يا حي يا قيوم يا ملك الملوك، نترجاك يا ربنا، جئنا إليك يا ربنا، دعوناك يا ربنا،
استجب دعاءنا يا ربنا طلبنا الوحيد. اللهم يا رب اجعل هذا الطفل من الأولياء ومن الأتقياء ومن الصالحين ومن الصالحين ومن حفظة القرآن، واجعلهم من الذين سيعلون راية الإسلام. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا رب اصلح شبابنا وذرياتنا وأمهاتنا ونسائنا وأزواجنا وبناتنا وذكورنا وإناثنا، ومن لهم الفضل علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. آمين. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. آمين. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. آمين. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. وبالإجابة القدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. آمين. اللهم أكرمنا بلقائك. آمين. اللهم أكرمنا بلقائك. آمين. يا دقيان. آمين. اللهم يا رب شفع فينا القرآن. آمين. اللهم يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا. آمين. آمين. وجلاء أحزاننا. آمين. اللهم يا رب يا مغيث أغثنا. آمين. أغثنا 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 يا رحيم. آمين. أغثنا يا رحيم. آمين. يا نعم المولى يا نعم المولى ونعم النصير. إلهنا 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 إلهنا، رجاؤنا الوحيد هو أنت، رجاؤنا الوحيد هو أنت يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم يا رب رجع لنا طفلنا ريان. اللهم يا رب أخرجه لنا سالما معافى، سالما معافى. الأمة الإسلامية كلها تدعو له. اللهم يا رب استجب دعاء هذه الأمة. اللهم يا رب استجب دعاء هذه الأمة قريبا غير بعيد، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. آمين. اللهم يا رب خفف عليه. آمين. أنزل عليه الرحمن. آمين. اللهم يا رب أذهب البأس. اللهم يا رب الناس أذهب. آمين. البأس. اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يلقي ألما ولا يلقي ألما ولا يلقي ألما. اللهم يا رب رده إلى أسرته الصغيرة سالما معافى، وإلى أسرته الكبيرة سالما معافى. طلبناك وترجوناك
فيا رب لا تردنا خائفين فلا تردنا خائفين يا نعم المولى يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير الذين سهروا والذين حفروا والذين أقاموا اللهم يا رب عشر خطواتهم اللهم يا رب عشر خطواتهم اللهم يا رب اجعل كل خطوة حسنة اللهم يا رب اجعل كل خطوة حسنة السلطة وكلهم أجمعون اللهم يا رب تقبل منهم اللهم يا رب تقبل منهم اللهم يا رب تقبل منهم اللهم يا رب تقبل دعاءنا اللهم يا رب تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا وسجودنا نحن بين يديك يا الله يا الله نحن بين يديك نحن بين يديك يا الله يا الله يا ودود يا رحيم يا عزيز يا عزيز إلهنا 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 أصلح هذه الأمة أصلح هذه الأمة اللهم يا رب ردنا إليك ردا جميلا اللهم يا رب من هذه اللحظة أن تكون عبرة لنا أن تكون عبرة لنا وأن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا اللهم يا رب أصلح شباب الأمة كافة اللهم يا رب أصلح شباب الأمة كافة اللهم يا رب أصلح شبابنا شبابنا وعلمائنا وذرياتنا وأمهاتنا ونسائنا وأزواجنا وأطفالنا 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 اللهم يا رب اسقنا غيثا نافعا اللهم يا رب اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات Thank you.
Allora, questo è un po' la